معنا ايضا على الهاتف نجمنا كابتن حسن مصطفى نجم نادي الاهلي الاسبق. كابتن حسن مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شبان، ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشنا. وانت اكتر، ربنا يخليك. الله يخليك يا كابتن. شفت الماتش النهارده ازاي؟ وهل ده بيديك انطباع قبل افريقيا؟ والله يا كابتن بص، انا عايز اقول لازم نركن الدوري على جنب وافريقيا على جنب، يعني دي حاجه ودي حاجه، لاني ماتش افريقيا انا الحمد لله لعبت كذا نهائي مع النادي الاهلي وكده، بيبقى الموضوع مختلف جدا. استعدادك انت كلاعب في النادي الاهلي، استعدادات الفرق اللي قصادك في وسط المباراه، بيبقى فيه اختلاف في الدوري في ال 90 دقيقه، بيبقى فيه اختلاف. انت نفسك بيبقى تركيزك طول الاسبوع اعلى، في اعلى استعداد ليك في الماتش دوت، فافريقيا دي لازم نحطها على جنب خالص. اما في الدوري الاهلي ماشي كويس، بيمشي بخطوه كويسه، لان طبعا نادي بيراميدز ماشي كويس. انا قلت لحضرتك قبل كده المنافس بتاع حلو برضه فاسينه، يعني مش لا بس هو كده كده عينه على الدوري يعني طبعا معلش مليار في المية بحكم يعني نتائجه حتى، يعني مش بس بالظبط ده هو عايز يروح للبطوله، عايز ياخد بطوله مع نادي بيراميدز، وهو مدرب شاطر لانه بيبدا يحط ضغوط على النادي الاهلي. هو دلوقتي الضغوط على مين؟ على النادي الاهلي. الضغوط انا دلوقتي انا وصلت للنقطه، هم دلوقتي 41 ولا كام؟ 41 الاهلي 30 بس الاهلي لهم اربع ماتشات اقل. بالظبط، يعني الضغوط على مين؟ على النادي الاهلي. يعني انت مطالب تكسب اربع ماتشات عشان تفرق عنه بونت. برافو عليك. بونت بالظبط، فهي دي النقطه، انت الضغوط كلها على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب فرق النهارده ماتش الاتحاد على فكره كان ماتش المفروض يعني قبل المباراه تبقى مباراه صعبه جدا، لان النادي الاهلي النادي الاتحاد عايز يخش المربع الذهبي لان عايز يكسب برضه وعايز يبقى موجود في الكونفدراليه. بس انا شايف ان دايما الراجل اللي هو بيعمله بيجهز كل النادي الاهلي، يعني كولر بيجهز كل اللعيبه، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا، بيجهز كل اللعيبه. كل اللعيبه دلوقتي على استعداد، وحتى بيحاول اللعيبه اللي بتخرج عن النطاق او المسار اللي هو ماشيين فيه بيبعدهم شويه لغايه ما يرجعوا تاني، عشان يفرض الصرامه والسيطره طبعا على الفريق. بالظبط، ودي حاجه كويسه جدا، لان هو اي لعيب، انا بقول اي لعيب بيتمنى ان هو يلعب، اي مدير فني بيتمنى ال 30 لعيب يبقى كويسين عشان لما اعوزك في الماتش دوت الاقيك ان انت جاهز. طب قول لي، بما ان انت لعيب خط نص سابق كبير، يعني توليفة الجديدة بتاعت اكرم جنب مروان عطية شايفها ايجابية؟ يعني كان الاول كوكا جنب مروان، اصل خلي بالك كوكا نفس ستايل اكرم، يعني الاثنين نفس الستايل، يعني كوكا مش اللي هو اللعيب اللي بيروح يكمل ويرقص واحد اثنين ويشوط ويعمل، لا هتلاقي نفس الاداء بتاع اكرم. بس كوكا خد بالك اشول، الكره عنده احسن ماشي شويه. ماشي ماشي، بس كده امام بيحب يلعب ناحيه الشمال، حتى لما بيجي امام بيلعب ناحيه الشمال بيخلي كوكا ناحيه اليمين، يعني انت فاهمني؟ فما فيش فرق ما بين الاثنين، يعني انا شايف اكرم ومروان وكوكا الثلاثه ستايل واحد، يعني قريبين من بعض، ان هم بيقطعوا الكوره وبيسلموا اقرب رجل او بيعملوا السلوك او كوره طويله وكده. هو المختلف عنهم قفشه والسوليه وامام، الثلاثه دول مختلفين. امام بيعرف يمشي بالكوره، بيعرف يشوط بيمين وشمال، بيكمل الهجمه، بيجيب جول، بيعرف يرقص واحد على واحد. السوليه بيعرف يكمل، بيعرف يلعب الفريق كويس. قفشه نفس القصه، بيلعب الفرقه، بيكمل على الجول، بيشوط، بيروح يكمل. فدي دول ثلاثه مختلفين، والثلاثه التانيين شبه بعض. يعني ده التركيبة احنا ديانج خالص يا كابتن شبان، ما هو ديانج دلوقتي مابقاش في الحسابات. هو ديانج لسه راجع بس ما خدش لسه، يعني لا لا، هو ديانج من قبل كاس العالم، هو اساسا شكله في مش في ثلاجة، في فليزر، هو دخل الفريزر مظبوط قبل كاس العالم. صح صح، هو فوق يعني دلوقتي. قبل حتى اصابته، قبل ما يروح المنتخب في كاس الامم، هو كان بعده كولر الفتره اللي هو الأمريكي. فوق، هو حاطه دلوقتي خلاص في الديب ليزر، ما اعرفش ليه، ايه السبب مش عارف. يعني هو كمان ساعده الظهور اللعيبه دي مستوى كويس، يعني هو ساعده كوكا كويس واكرم كويس، يعني مخليه مش بس. هلا كابتن شبانه لعيب منتخب، لعيب جاي من بطوله محترف افريقيا ومحترف عندك، محترف ولعيب كويس ولعب بطوله في افريقيا زي ده، يبقى برده في بس هو خد بالك لسه راجع من اصابه برده، عشان الحق يقال، وبقى له شهر ونص مصاب او شهرين عامل عمليه قبل كاس العالم يا كابتن. لا ما قبل كاس العالم انا معاك، هو كان بعيد بس دلوقتي هو لسه راجع من اصابه.
طب تمام. انا اقصد التركيبه دي هل بتتجهز للترجي؟ يعني مروان جنب اكرم في رايك؟ اكيد اكيد اكيد. لا هو بيني وبينك كابتن شبانه اكرم مروان امام كوكا مروان امام يعني احنا انا دايما بقول ايه اي ثلاثه في الاربعه يعني دولت ده هيبقى في نص 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 ملعب كويس محترم يقدر يدافع كويس ويقدروا يهاجموا ويكملوا الهجمه ويمسكوا نص الملعب. لا يعني دولت الاربعه دولت هايلين. يعني خساره الاتحاد باربعه اول مره الاتحاد يخسر السنه دي باربعه خد بالك. خساره الاتحاد باربعه في رايك ايه السبب فيها؟ لا انا متهيالي ممكن كابتن طارق كان ليه سيناريو في دماغه ممكن لو كان بدا بالسيناريو بتاع الماتش الشوط الاولاني كان هيبقى اداء كويس جدا لان اللعيبه اللي نزلت ميسي وبنجامين لعيبه عندها سرعات لعيبه عندها كوره بداوا يروحوا يكملوا الهجمه فممكن كل مدير فني بيبقى عنده سيناريو. السيناريو بتاعه ما وفقش في الشوط الاولاني يعني صراحه الشوط الثاني ادى اداء كويس وكانوا احسن يعني. الماتش الجاي بلديه المحله في المحله بالنسبه للنادي الاهلي شايفه ماتش صعب انت عندك الاولاد بيتخانقوا؟ لا عيد ميلاد بس جوجو النهارده عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وهي بالصحه والسلامه. يعني خدناك من عيد الميلاد كده؟ لا مفيش مشكله كابتن مفيش مشكله. جايب تورته بالشوكولاته ولا بالفواكه؟ ولا لا بالمانجا والاسماء الثانيه اللي هي خلاص بالمانجا والله نسيت معلش. كل سنه وهي طيبه يا رب. وانت بالصحه والسلامه ربنا يخليك يا كابتن. بقول لك ماتش البلديه في المحله ماتش صعب على النادي الاهلي قبل ما يخش في معمعة افريقيا بعديها الاهلي هيستنى اسبوع لغايه ماتش الترجي. بص يا كابتن شباب انا لو رؤوف لعب بطريقه ان هو مثلا عايز يهاجم زي الماتش الدور لما لعب قصاد النادي الاهلي ويهاجم يضغط ضغط عالي لا هيخسر. لو عرف ان هيقابل فريق كبير زي النادي الاهلي ولعب نص ملعب لا ممكن يتعب النادي الاهلي لان رؤوف مدرب كويس جدا مدرب واعد. خد بالك كابتن رؤوف وكابتن طارق مصطفى الاثنين بيفتحوا الملعب كده. بالظبط عشان كده بتلاقي النتائج عاليه يعني بالظبط برافو عليك كابتن بالظبط الاثنين دول تحديدا في الدوري البنك بيفتح الملعب عايز يلعب كره هجوميه بيفضل عايز يهاجم وهو دلوقتي لسه الموضوع صعب يعني لان هو عنده 19 بونت او 18 بونت بالظبط انا بشوف ده مش صح وده مش صح انت لازم تلعب تكسب ثلاث اربع ماتشات وبعد كده مظبوط بعد كده تعمل اللي انت عايزه يعني. مظبوط يا كابتن مظبوط فكلامك مظبوط النادي البلديه بيهاجم كويس بيعرف بيطلع بالكوره كويس وده مش في كل الاوقات ان انت ممكن تعمله انت لازم تقفل كويس جدا وتلعب على الهجمه المرتده قدام فريق كويس عنده عناصر كتيره كويسه وعنده بيعملوا روتيشن كويس جدا فلازم البلديه لازم يقفل كويس قصاد النادي الاهلي ويلعب على الهجمه المرتده فانا شايف لو عمل هاجم لا البلديه ممكن يخسر بيخسر سكور خلي بالك البلديه خد بالك البلديه اخر ثلاث ماتشات دخل فيه تسعة تجوال لا وقبليها كمان لما بيخش فيه جون بدري بيتغلب بالثلاثة والأربعة ما بيقدرش يلم نفسه فدي مشكلة كبيرة يعني بتبقى مشكلة كبيرة طبعا ممكن تكون تبقى خبرات طبعا عشان رؤوف لسه أول سنة ليه فساعات ما بيأثرش الملعب لأن لما بيخسر بيفضل عايز يجيب جول لأن اتعود رؤوف مرة في ماتش كان خسران فيه 2-0 ولا 1-0 كسب 3-2 وكان في ماتشات كده بيفضل يهاجم فبيكسب فيها فمش كل الماتشات هتبقى كده. انت عارف يا كابتن البلديه داخل فيها كام جول؟ انا عارف رقم كبير جدا هم اكتر 42 جول لا لا انا عارف ان هو دخل وبعديه مين؟ لا مش بعديه ممكن البنك الاهلي ما احنا قايلين رؤوف وطارق مصطفى البنك الاهلي البنك الاهلي ما رؤوف الكابتن طارق وكابتن رؤوف الاثنين بيفتحوا الملعب جدا البنك الاهلي 34 جول وخد 42 جول في 20 ماتش يعني فوق بنسبه عاليه جدا طبعا لدرجه ان هو حتى كابتن طارق الماتش اللي كسبه قصاد النادي الاهلي كسبه 4-3 يعني مظبوط دخل فيه 3 جوال قبليها وبعدين انت بتتكلم انه ماينس 20 تخيل الاهداف بتاعه البلديه لا 22 رقم عالي جدا 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 بس هو جداً مصر يلعب كده ودي برضو ممكن تكون استراتيجيه بتاعته الطريقه بتاعته هو عايز يعمل حاجه ان هو افضل اهاجم ان انا اعمل كوره العب كوره كويسه
بس مش كل الاوقات الكوره، لان نوعيه اللعيبه اللي معاك ممكن ما بتساعدكش في الحاجات دي. لا. فلازم تتعلم تغير من الفكر والترتيب، لازم ان انا اغير ترتيبك في الدوري. مهم مقلق يعني لما تبقى أكيد. انت خلي بالك ممكن البدايه تنزل يا كابتن. اما انا بقولك انت فوق المقاولين اللي هو ثالث واحد من تحت، البنك الاهلي فوقيه بثلاث نقط، والبلديه فوقيه باربع نقط. يعني المقاولين الماتش اللي فات كسب. مظبوط الماتش اللي فات كسب. كسب يعني ممكن يكسب له ماتشين هيعديك. مظبوط كسب فاركو 15 بوم. كسب فاركو مظبوط. وخلي بالك كابتن شبانه الماتشات اللي جايه هم هيلعبوا بعض، يعني الاسماعيلي كسب زد، باين كسب زد ولا كسب فاركو؟ كسب زد واحد. كسب زد. كسب زد. خلي بالك كابتن شبانه فاركو لعبه الاسماعيلي الماتش ده بستة بونت. تمام. البلديه هيلعب بالنسبه للاسماعيلي، فوقع فاركو وصعد هو. مظبوط صح معاك حق. ستة بونت. معاك حق معاك حق. هيجي بعد كده فاركو هتلاعب المقاولين. طيب هل في لعيب النهارده في الاهلي لفت نظرك قوي؟ والله هو كلهم. انا عاجبني لما انا ببقى مبسوط لما كولر بيدي فرصه لاي لعيب جديد ويثبت نفسه، زي عمر كمال اثبت نفسه، جاب جول النهارده وعمل بلانتي بيأدي اداء كويس، خد رجل المباراه كمان عمر كمال. بالظبط. فدي حاجه كويسه. رضا سليم نفس القصه، الفيرود برضو نفس القصه، وسام ابو علي، كريم فؤاد النهارده كان كويس جدا الفتره اللي لعب. بالظبط لما نزل كان كويس جدا واداؤه كويس. لا هو كريم فؤاد، بص يا كابتن شبانه بامانه من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها جدا، واتمنى لو انا ماسك فريق يبقى عندي لعيب زي ده. ليه؟ بتقعده انا قاعد نزلته خمس دقايق بيموت نفسه، بتطلعه بره ال 18 بيبقى مبسوط. فدي حاجه، ده اللعيب اللي دايما جاهز طول الوقت. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويبقى اساسي في النادي الاهلي، واشوفه اساسي. يعني انا بتمنى ان انا اشوفه اساسي في النادي الاهلي. وامكانياته عاليه جدا. بالظبط، وسنه صغير ولعيب كويس يعني. تمام. عمر كمال في الباك ليفت يعني ظهر مستواه كويس النهارده، احسن لاعب في الماتش. هو بص، هو يعني انا دايما انت افتقدته في ناحيه اليمين، لان هو في كل كوره بياخدها بيضم لجوه، فهو لما ضم لجوه وراح شايط الكوره جت جول. فاما الاوفرات وكده مش هتلاقيه كتير يعني زي علي معلول، يعني لان هو مش اشول. بالظبط بالظبط. خد بالك هو واخد بنالتي الكوره الاولانيه. جول الاول، ما انا قلت حضرتك هو يعني وعدى. دايما بيخش عليه ده رجليه اليمين اللي عشان اللي هو بيرفع بيها وكده. بس في نقطة برضه يا كابتن شبانه، أنا برضه يعني كريم الدبيسي فيه يعني، ما دي نقطة غايبة كلنا بنسأل السؤال ده. يعني برضه الواحد أنا مبسوط يعني. أنا صراحة شابول لمستر كولر، الراجل بيأدي أداء كويس، راجل بيدي كل اللعيبة اللي بتبقى كويس بيديله. بس كريم الدبيسي أنا بالنسبة لي إيه تفسيرك؟ ما هو ما سمعناش إنه عامل مشكلة عشان يتعاقب. بالظبط. ولد تقعده، ولما لعب يا كابتن شبانه كان كويس. كان كويس. يمكن بيطلب منه حاجات في التمرين ما بينفذهاش، ما اعرفش. ممكن. أصل ما سمعناش إن في أزمة ولا مشكلة يعني. بالظبط. وإحنا بعاد، فالواحد بعيد، بس طبعًا. بتمنى إن أنا أشوفه موجود، لأن ده لعيب إيه هيكون مثلا إيه بديل علي معلول يعني. لأن علي معلول لما يبقى بره القايمة ومش موجود برضه كريم الدبيس، معقول؟ بالظبط. حتى اللعيب اللي انت هتجيبه جاله صليبي من سيراميكا. محمد شكري. انت ممكن ما تجيبوش يعني، ممكن النادي الاهلي يرجع في الصفقه. لا مش هيرجع. مش هيرجع؟ لا. طيب بس يعني، فهي دي النقطه، هيبقى عندك لعيب لسه راجع من اصابه عنده صليبي، ولعيب تاني لسه صغير، فانت تجيله. ما احنا الماتشات دي هي اللي هتجيب اللعيبه يا كابتن شباب، مش القعده على الدكه او بعده بره ال 18 يعني، هي دي النقطه يعني. تمام. بس كابتن حسن مصطفى انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.